اللي توكيلات اللي جايبها نور زهير ينقحهن بالمي ويعلسهن بحلقة ويحطهن بكرشة. صدقني صدقني ما راح يذهب، ما راح يذهب حق الشعب العراقي. وقريبا راح تسمع، خذها مني، وقريبا راح تسمع أحكام جديدة وربما أخبار جديدة تخص هاي القضية. القضية واضحة، احنا انطيناه كفالة نور زهير، الغرض من عندها كفالة مضمونة بشروط، الغرض منها حتى نحصل منها المعلومات وحتى يرجع لنا الأموال. شكرا. الآن هم وصلوا إلى مرحلة انطوا بما فيه الكفاية، وأكو ضغط جماهيري وضغط شعبي وضغط إعلامي، بل وحتى ضغط تشريعي يخص هاي القضية.